بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاساس الثاني من الاسس التي تبنى عليها الحكومة الواحدة الاسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم، والاساس الثاني عبارة عن التنظيم. وقد ذكرنا في حديثين سابقين حول التنظيم بعض ما يرتبط بالمقام، والآن نتكلم حول شيء آخر يجب أن يلاحظه القائمون بالتنظيم، وهو وجوب توحيد الحركات الإسلامية في البلاد الإسلامية. الآن حركات بالكثرة والحمد لله، حركة في العراق وحركة في إيران وحركة في الخليج وحركة في الهند وحركة في باكستان وحركة في المغرب وحركة في السودان وحركات أو فروع حركات في أمريكا، في البلاد الأوروبية، في اليابان، في الصين، في الاتحاد السوفيتي وإلى غيرها. هذه الحركات يجب أن تتوحد ما دام الهدف واحدا، وما دام كل الحركات تشكو من الاستعمار ومن الاستثمار ومن الدكتاتورية ومن التخلف ومن سائر الميلات. إذا اتحدت هذه الحركات في حركة واحدة وتيار واحد كما هو الواجب على كل مسلم أن يكون أخا للمسلم، اختلاف الاجتهادات ليس ضارا، فإن الاختلاف طبيعيا في البشر، والمخلصون مهما كانوا مخلصين لابد أن يختلفوا في الاجتهادات. وحل الاختلاف في الاجتهادات بالنسبة إلى الحركة الموحدة شيء بسيط، يعملون بأكثرية الآراء حسب موازين الشورى. فإذا توحدت هذه الحركات تكون قوة كبيرة أمام الاستعمار والتخلف والتفرقة والتشتت، وبذلك يمكن أن تقام الحكومة الواحدة ذات 1,000,000,000 مسلم. إن أعظم ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمور جوهرية، وقد قال أحد العلماء قام الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. وفي القرآن الحكيم أمر بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك قصة جميلة يذكرها المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المدينة المنورة
وأخذ الإسلام في الانتشار والازدياد والتوسع مما أدهش الفرس والروم، وأخذ الفرس والروم يتساءلون عن أسباب التفات المسلمين حول الإسلام وعن أسباب سرعة تقدم الإسلام وسرعة تكثر المسلمين. ملك الروم أخذ يتساءل من كل شارب ووارد عن صفات النبي، عن مزايا النبي، عن معجزات النبي، عن أخلاقيات النبي، عن سلوك النبي، ليرى هل هو حق أو لا ملك. جاءه إنسان وقال إن هناك مسيحيا مر على الجزيرة العربية قاصدا من اليمن إلى عاصمة الروم، فأمر الملك بإحضاره. فأحضر الرجل المسيحي وكان تاجرا من التجار ينقل البضاعة بين الروم وبين اليمن. سأله الملك، قال له: هل أنت مررت على المدينة، أي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: وهل رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا. قال: وهل سمعت بمعجزاته؟ إنه يدعي أنه نبي، والنبي لا بد له من معجزات، فما هي معجزات هذا الرجل؟ قال المسيحي: لا أعلم ولم أسأل، لأني تاجر وكنت عابر السبيل، فلا يهمني النبي الجديد. قال الرجل: السلطان للمسيحي، ألم تسمع من أخلاقياته شيئا؟ المسيحي قال: لا لم أسمع، وإنما سمعت كلمة واحدة. فتلهف الملك إلى سماع الكلمة، قال: وما هي الكلمة؟ قال: سمعت إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء إلى يثرب، ويثرب اسم المدينة المنورة، سابقا كان اسمه يثرب، ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وأضاف المسلمون على كلمة المدينة الرسول أو الطيبة، فقال المدينة الطيبة أو مدينة الرسول. قال إنه لما جاء إلى المدينة صالح بين قبيلتين وهما أوس وخزرج، كانت بينهما الحروب منذ قرن أي 100 سنة، فصاروا إخوة، والآن يجلس بعضهم مع بعض وكلاهما يتعاونان في سبيل تقديم الإسلام وفي المبادرة إلى إطاعة أوامر الرسول. قال الملك: حسبك وكفى. قال: وكيف؟ قال: لابد إنه نبي. قال: ولماذا؟ الرجل المسيحي سأل الملك: ولماذا؟ قال: لأن من أخلاق الأنبياء الإصلاح بين الناس، ومن أخلاق السلاطين المستبدين التفرق بين الناس، فلو كان سلطانا لكان فرق، لكنه نبي ولهذا هو يصلح. وفي حديث شريف: خير الولاة من جمع المختلف، وشر الولاة من فرق المتفق. ونرى نحن أيضا في القرآن الحكيم بالنسبة إلى الجبابرة قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. بينما بالنسبة إلى الإسلام: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، وإلى غير ذلك. وفي دعاء بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه جامع الكلمة على التقوى، يعني أن الإمام يجمع كل الطوائف ويجعلهم جميعا في طريق التقوى وهي طريق الله تعالى. إذن من الضروري لنا جميعا إذا أحببنا قيام حكومة 1,000,000,000 مسلم أن نتجاوز عن السيئات، عن الأخطاء، عن المشاحنات والمطاحنات. يقول الله تعالى في القرآن الحكيم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمن السهل هذه الصفة، يحتاج إلى حظ عظيم أن يتمكن الإنسان من دفع السيئة للحسنة، ومن توحيد الكلمة، ومن جمع الشمل. التنظيم يجب أن يكون جامعا بين كل التنظيمات الإسلامية في تيار واحد، حتى تتمكن القيادة العامة لهذه الحركة ولهذه التنظيمات أن تعطي إضرابا عاما في يوم مثلا، فتضرب الأسواق من طنجة إلى جاكرتا، ومن كابل إلى أقاصي إفريقيا التي هي بلاد إسلامية. وبهذه الصورة سيرى المستعمرون وعملاءهم المستبدون أن البلاد لا تصلح لهم، ويضطرون إلى الخروج عن البلاد، وإلا فالمستعمرون يقطعون البلاد قطعة قطعة ويأكلون قطعة قطعة، والحركات الإسلامية تبقى لا حول لها ولا قوة. من الطبيعي الاتحاد قوة، والاتحاد يجب أن يبتدئ بالحركات الإسلامية. سوء الظنون، التراشق بالتهم، الأهواء، الأفكار المضللة والمضللة يجب أن تطرح إلى جانب، وأن يكون الهدف هو التحرير، هو إقامة حكم الله، هو إنقاذ المسلمين من براثن المستعمرين والمستكبرين. فإذا عملنا هذا الشيء وحدنا الحركات في حركة واحدة إسلامية عالمية، ستكون هذه الحركات مقدمة بتنظيم حديدي واسع. هذا التنظيم لابد أن يحتوي على ما لا يقل من 20,000,000 حتى يتمكن من قبض بلاد الإسلام، وإنما نقول 20,000,000 حتى يكون أمام كل 50 مسلم إنسانا واحدا منظما، لأن المسلمين كما تعلمون حسب إحصاءات دقيقة زهاء 1,000,000,000. فإذا قنعنا هذا الصنيع، تنظيم كل الحركات في تيار واحد وحركة واحدة، وإن كانت لها اجتهاداتها وأفكارها الخاصة، فإن ذلك لا يضر بالتوحيد أمام العدو المشترك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والمسلمون يد واحدة على من سواهم، ولم يقل المسلمون أيدي متفافقة، لأن الرسول جعلهم وحدة واحدة. فإذا أراد الإنسان أن يضرب بالجمع كفه أو بالجمع كفه، فإن اليد واحدة تدفع عن الإنسان أو تحفظ الإنسان عن هجوم المهاجمين. إذا عملنا هذا الشيء، سنكون قد خطونا خطوة جديدة في سبيل إقامة حكم الله تعالى. وما ذلك على الله العزيز؟
التعارف بين المنظمات، بين الحركات، بين المفكرين، بين دير النشر الإسلامية، بين المجلات الإسلامية، ألا تكون تلك مرتبطة بهذه الأمور، وإلا كانت مرتبطة بالاستعمار والاستبداد بصورة أو بأخرى، وما ذلك على الله عزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم شعثنا، واشعب صدعنا، وارتق صدقنا، وكسر قلتنا، واعزز ذلتنا، واعطنا حكومة تحبها وترضاها، تعمل في سبيلك لإنقاذ بلادك وإنقاذ عبادك من شر المستبدين والمستعمرين، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.